اخواني اخواني وفوكو يا ولد من بيكم يعرف يرسم بالزيت؟ لا انا مصور جيم على والو مشاوي. هيا باخ على اساس انت فاخ حسن. اقول له انا احسن رسام بس غير اهلي ما خلوني ادخل مع فنون جميله. اي صحيح قالوا له ارسم بالالوان البارده كان لبس قمصله واجي. شبيك؟ راح تنفتك العمليه من الضحك. بس بس لقيته. يلا اكس لارج. لا وانت قالوا لك ارسم بوستر رسم كوستر. لا 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 انا لما قلت لك ارسم بروفيل رسمت فيه بلا قصد. سيد حنان جدي سيد حنان اي شيء حنان يجي في تعال ايوب جلوس. هاي شبيكم صوتكم واصل لاخر الشارع؟ ست العفو كنا نسوي مراجعة على الألوان. اي والله عمي خوش طلاب وين وصلتوا؟ ست وصلنا الألوان اللي باردة. عيني عليك باردة. ست ممكن نعرف بالضبط شنو يعني الفن التشكيلي؟ مبينة ست يعني تشكيلي واشكيلك. ست اسمحي لي ست موبايل مباك اريد موبايل. خالد دور زين. ست الله يخليك انا موبايلي غالي اريد تفتيش الجنط هسه كله تفتش. قلت هذا خالد مو ما عنده موبايل؟ ما ادريني انا اللي ادري ابوه عقب واخذ الموبايل خلنا على حالة بنت. يا ولد خليها المدرسة لك شبع بيها. ايش نتوقع من واحد فاشل؟ لا اقول لك مو مالتي مو مالتي انت ليش ما تصدقين بي؟ لا تعلي صوتك ارعن تأدب يا ما مؤدب. العفو ست المعذرة المجلة مو مال ميمون. لا عد مال من؟ ست مالتي انا المسؤول على المجلة. انتو الظاهر ما يفيد وياكم الحكي انا ابلغ المدير وهو يتصرف وياكم. جوز من المشاكل ايش فيكم انتم؟ تعال سليم تعال. سعاطي صحيح سليم اسمعنا رجل عارف ليش اسمع علينا رجل مخرب بسيطة خالد اذا ما رجع لك اياها دبل بسيطة ميمون ها صورة بيدك. من يضحك واخيرا يضحك كثيرا وليدي انت